وللحديث في الشأن السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ أسامة الملوحي. سيد أسامة، مرحبا بكم. يعني ديمستورا يحذر من تكرار سيناريو حلب في إدلب، هل أصبح من واجب الأمم المتحدة التحذير دون وضع حلول؟ بمعنى أدق، هل وصلنا إلى مرحلة اليأس في سوريا سيد أسامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ديمستورا للمتتبعين يعلمون أنه شريك فيما يحصل في سوريا، شريك في الجريمة. ديمستورا من ضمن توصياته قبل تسليم حلب أو قبل دمار حلب ثم استلامها من قبل النظام، كان يصرح أنه كان لابد من عمل عسكري في حلب، وكان يوصي بذلك، وكان حتى مع أطراف من المعارضة قال لهم ذلك، قال لهم لأن هناك حل عسكري يعني سيلجأ إليه النظام ليغير المعادلة باتجاه تفاهماته ويراها تفاهمات حل سياسي، وهي الحقيقة استسلام. طيب سيد أسامة، عفوا آسف للمقاطعة، ولكن لا أستطيع أن ربما أعبر، إذا كان ديمستورا شريكا في الجريمة لماذا تجتمع معه المعارضة؟ المعارضة أصلا هي تابعة لعدة دول، كل مجموعة تابعة، يعني كل بضعة أشخاص تابعين لدولة معينة، هؤلاء لا يمثلون الثورة أصلا، وهذا كررناه مرارا وبكل وضوح وصراحة، ليس الكلام اليوم. والمجالس إن كان الائتلاف هو غير منتخب ولم يحقق مكاسب، ليس له شرعية المكاسب ولا شرعية الانتخاب، لذلك نحن أمام معارضة إذا سميتها معارضة لم تحقق شيء، على العكس، يعني المعارضة التي حضرت في الأستانة مهدت يعني بشكل كامل لما حصل في الغوطة ولما حصل في دارية وما حصل في وادي بردة وفي بلدات كثيرة جدا. المهم نحن أمام مشهد واضح وصعب للغاية، ولكن واضح، نحن لم نقل أن ديمستورا شريك اليوم، قلنا عنه منذ البداية أنه شريك ويوصي بعمليات عسكرية ويتدخل. ولعلكم تذكرون في حلب ماذا قال، ذكر ثلاثة أرقام عن تنظيم النصرة، قال هم 5000 حتى يحرض ضدهم، ثم بعد ذلك قال هم مجرد 1000، ثم بعد ذلك قال هو هم 200. حصل التحريض وحصل القصف العشوائي الذي يمسح حلب، الذي مسح حلب في الحقيقة، يعني هذا الرجل شريك، تتبعوا تصريحاته، هذا رجل شريك بشكل مؤكد. لذلك هو يحذر الآن من قضية للجوء إلى الاستسلام، للحصول للاستسلام. لكن اليوم نحن أمام مشهد فيه اختلاف، أنه كل الفصائل التي انسحبت من مواقعها تجمعت في إدلب، ليس لها مكان آخر تنسحب إليه. طيب سيد أسامة، يعني إذا كنتم ترفضون التحاور والتعامل، إذا صح هذا التعبير، مع الأمم المتحدة، أيضا ترفضون التحاور مع الولايات المتحدة، وربما يجر هذا الأمر عدم رضاكم بالتحاور مع المجتمع الاتحاد الأوروبي، ما البديل برأيكم سيد أسامة؟ يعني هل تعتقد أننا خلال 7 سنوات ونحن في السنة الثامنة أننا لم نحاور الأمريكان ولم نحاور الأمم المتحدة؟ طيب. حاورناهم مرارا وضعناهم أمام مسألة بسيطة، إذا أردتم محاربة داعش فنحن مستعدون أن نكون معكم ضد داعش وضد النظام بآن واحد، أما أن تحاربوا داعش وتتركوا النظام فسيستفحل خطر النظام كما حصل اليوم، لذلك هم لم يقبلوا. وأنتم عندما تتحدثون كإعلاميين عن الأمم المتحدة تعلمون أن الأمم المتحدة هي عبارة عن واجهة تتحكم بها عدة دول في مجلس الأمن، يعني الدول الدائمة العضوية، خاصة ونحن يعني في العراق لدينا تجارب مريرة مع المجتمع الدولي. لكن دعني أنتقل، تصريح لوزارة الدفاع الروسية تصرح بأنها تسعى لاستعادة وحدة سوريا، ما شكل سوريا الموحدة سيد أسامة التي تسعى إليها روسيا؟ يعني الأمر الآن تعدى قضية وحدة الأراضي السورية في الحقيقة، لأنه نحن أمام أمر مريع. يعني إذا كان مثلا أهل السنة والجماعة في سوريا وهم الأكثرية الغالبة وهي الأكثرية التي سمحت بالتسامح وهي التي وحدت البلاد طيلة عشرات السنين الماضية بل مئات السنين الماضية، لذلك أقول لك أن اضطهاد أهل السنة بشكل سافر وواضح ومصرح به سيجعل التقسيم خيار
ليس بالخيار الأسوأ فيما يخص السنة. فيما يخص الروس لديهم تعريفات، يعني مثلا الفيدرالية، الدستور المقترح من قبل روسيا يتحدث عن فيدرالية، لأنه يريد للأحزاب الكردية أن تأخذ كيان تحت اسم الفيدرالية. أنت الآن أمام مسمى، انظر ما تحت المسمى، ما تحت المسمى التقسيم حاصل، والرقع أمامك واضحة. النفوذ الأمريكي في منطقة مع وجود المرتزقة من الأحزاب الكردية، النفوذ الروسي، النفوذ الإيراني. نعم سيد أسامة، نحن نتحدث فقط عن أن تركيا دخلت بالتفاهم مع الجيش الحر. نحن بالنسبة لنا الجيش السوري الحر هو الجهة الشرعية، هو الجهة الشرعية الوحيدة في سوريا. من إسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ أسامة الملوحي، شكرا جزيلا لكم.